بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد تدرج القرآن الكريم في تعليم الناس وفي توجيه الناس وفي انتزاع العقائد الفاسدة والعادات الجاهلية الضارة ومحاربة المنكرات اللي كان عليها الناس قبل الإسلام في الجاهلية. كل ده انتزعوا القرآن الكريم بنوع من التدرج في المجتمع النبوي، وكان هناك برضو تدرج في تعليم الناس العقائد الصحيحة، في تعليم الناس الدين الحنيف، في تعليم الناس العبادات، في تعليم الناس الأحكام والأداب السامية والأخلاق العالية الفاضلة الرفيعة. وأثناء كل ده كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيبين القرآن الكريم وبيفتي الناس، وكان بيفصل بين الخصوم، يعني يقضي في المسائل النزاعات اللي بتكون بين الناس، وبيقيم الحدود صلى الله عليه وسلم، ويطبق تعاليم القرآن الكريم. وكل ده بيتسمى سنة، أقوال النبي، أفعال النبي، تقريرات النبي، كل ده بيتسمى سنة. وكان لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام منهج في التعليم، المنهج النبوي الكريم اللي هو ليه أسلوبه كده، اللي ليه أثر بعيد جدا في تثبيت السنن، سنن سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام، مش بس في صدور المسلمين الأوائل، وإنما كذلك في الصدور وكذلك في النفوس. لأن منهج النبوي الكريم في التربية، المنهج النبوي الكريم في التعليم، المنهج النبوي الكريم في التوجيه، المنهج النبوي الكريم في البيان وفي الشرح، كان ليه الأثر الأعظم في حفظ السنة وبقائها بأمر الله تعالى. وابتدأ الأمر ده من دار الأرقم،
اللي في بداية الأمر اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام مقر له ولأصحابه الكرام في بداية الدعوة. كانت دار لأحد الصحابة الكرام اللي هم السابقين اللي دخلوا في الإسلام مبكرا، اتخذها النبي مكان معهد يتلقون فيه العلوم والمعارف، أنوار الوحي فيه. كان المسلمون الأوائل بيلتفون في دار الأرقم حول حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعيدا عن المشركين وأذى المشركين، يتذاكرون كتاب الله تعالى وهو يعلمهم مبادئ هذا الدين الحنيف ويحفظهم كذلك ما تنزل من القرآن الكريم، ويشرح النبي عليه الصلاة والسلام ويفصل كل شيء، وكل الشرح ده وكل التفصيل ده وكل البيان ده من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة، وفهم المسلمون الأوائل ذلك بأن هذه سنة حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أو ما كان يعني يوجه إليه، وهي برضو من السنة القولية، أو ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وتلك سنة النبي الفعلية، أو ما كان يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فيقر ما صنع فهذا من السنة التقريرية، كل ده بيندرج تحت سنة. إذن السنة مع القرآن أول بأول، هي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم، ولا ينكر ذلك إلا مخالف لهذا الحق. بعد دار الأرقم بن الأرقم أصبح منزل رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة هو ندوة المسلمين، يعني هو المكان اللي بيجتمع فيه المسلمون مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لتلقي القرآن الكريم ولتلقي أنوار السنة المباركة، وكلاهما وحي من عند الله تعالى. وبقى منزل الرسول عليه الصلاة والسلام ده معهدهم العلمي، يعني اللي بيلتقون فيه أو بيتلقون فيه يلتقون ويتلقون فيه القرآن الكريم، وينهلون كذلك من الحديث النبوي الشريف على يد حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان الصحابة الكرام بيحفظوا آيات القرآن الكريم وبيتدارسونها كذلك فيما بينهم، سواء ده كان حاصل في بيوتهم، يعني يقعدوا يذكروا القرآن كده ويحفظوه ويراجعوه ويثبتوا عليه هما في بيوتهم، أو في حاناتهم في أماكن أعمالهم، يعني في الأماكن اللي يمكنهم حتى وإن كانت أماكن عمل يمكنهم فيها الحفظ والمراجعة، يعني ما كانوش بيفوتوا فرصة يمكنهم فيها إن هم يحفظوا ويثبتوا اللي حفظوه، إلا وكانوا يتذاكرون القرآن فيما بينهم. ومش بس بيتذاكروا الحفظ، ده كمان كانوا بيتذاكرون تفسير ما تلقوه من آيات ذكر الحكيم اللي هو شرح وبيان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليهم، زي مثلا ما يرويه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هو بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية، وهي قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما سمع الصحابة سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لما نزلت الآية دي وسمع الصحابة الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ يعني مين مننا اللي يعني ما ارتكبش سيئة، ما وقعش في خطيئة؟ هم فهموا الآية على كده، إنه لم يلبسوا إيمانهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هم فهموا المعنى على إنه أي سيئة يعني تخرج منهم، أي مخالفة، أي معصية. فقالوا له يعني يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ مين ده اللي مننا ما كانش فيه منه تجاوز أو وقوع في ارتكاب معصية أو مخالفة أو ف قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، مش زي ما انتم فاهمين كده، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني الصحابة فهموا أو حملوا معنى الظلم
اللي كان في الآية على عمومه على إطلاقه، يعني أي ما ينفعش تبقوا مؤمنين وتقترفوا سيئات، وحملوا معنى السيئات هنا على إنه ما ينفعش أنتم مؤمنين تعملوا أي سيئة. فهم شافوا إن ده مش يعني متناسب مع طبيعة الطبيعة البشرية اللي من الطبيعي إن هيبقى فيه أخطاء، فشق عليهم الأمر لما سمعوه. عشان كده هم فهموا معنى الظلم هنا على عمومه، يعني وقوعهم مطلقا في أي مخالفة ظلم، فهموا إنه ده ما ينفعش لا تجوز مع الإيمان. ولكن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيّن ليهم إنه ليس كذلك، وصحح لهم المفهوم من خلال النص القرآن الكريم اللي هو بيان الأمر بالقرآن كذلك، بأن الظلم المقصود هنا مش مطلق الظلم، إنما خصصوا هنا بأنه إيه؟ هو الشرك. لذلك المعنى ده تم تصحيحه عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان الأمر عن طريق ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخصيص ذلك المطلق الذي فهمه الصحابة الكرام من خلال النص القرآن الكريم، إن الشرك لظلم عظيم. لذلك كان حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمشيا جنبا إلى جنب مع حفظ القرآن العظيم من الأيام الأولى لظهور الإسلام، وليس متأخرا كما يدعي بعض من لا يعرف شيئا من العلم. ومع هذا التدرج الطبيعي اللي واكب أمر الدعوة من بدايتها، انتهى تعليم السنة بعد كده في إلى مقر المسجد اللي أصبح المسجد هو المكان المعهود، وعلى فكرة لقرون بعد النبي عليه الصلاة والسلام إنه المسجد هو الجامع والجامعة وهو المعهد العلمي وأنه مكان العبادة. استقر إنه المسجد ده هو شعلة النشاط، القيام بالشعائر وكذلك بالعبادات وتعليم العلوم. فانتهى الأمر إلى إنه المسجد أصبح المكان المعهود للعلم وللإفتاء وللقضاء، إلى جانب إنه هو مكان العبادة وإقامة الشعائر الدينية وغيرها من الأمور. ومع كل التدرج ده في أماكن تلقي المسلمين الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إلا أنه مش الأماكن المخصوصة للتلقي المباشر للعلم من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو التلقي المباشر لأنوار الوحي من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنها الأماكن الواضحة بس هي اللي بتعلم ده. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر تبليغه عليه الصلاة والسلام في مكان، يعني دي الأماكن اللي فيها مجالس مباشرة لتعليم الوحي الشريف وبيان الوحي الشريف عن طريق السنة المطهرة، لكن برضو النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس لم يحده مكان في المسألة دي، لكن كان كل فرصة كان يستفتى النبي عليه الصلاة والسلام في الطرقات فيفتي، يقابله النبي كده ماشي فتسأله المرأة ويسأله الرجل فيفتيهم، يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام في المناسبات فيجيب عليهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الأحكام ويبينها ويفصلها ويشرحها في كل فرصة تسنح له ذلك، وفي كل مكان يتسع لذلك. في تجد النبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم ويعظهم ويوجههم في وقت السفر، في وقت الإقامة، في وقت الحرب، في وقت السلم. يعني ده بجانب طبعا، يعني أو إلى جانب ذلك، أنه كانت للنبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا في بداية اللقاء أنه كانت ليه مجالس عظيمة جدا وكبيرة جدا بيعظ فيها الصحابة الكرام من وقت لآخر. فإذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام جلس إليه أصحابه الكرام، وحتى بيوصف لنا ده سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول إنما كانوا إذا صلوا الغداء، إذا صلوا بقى صلاة الصبح، قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن. يعودوا يقرؤون القرآن ويتعلمون إيه؟ الفرائض والسنن، السنن اللي هي سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيان النبي عليه الصلاة والسلام القولي وكذلك في الحياة ومخالطة النبي الكريم العملي.
وكذلك التقرير من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإحنا من خلال سيرة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن خلال سيرة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، بيتبين لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر مجالسة أصحابه الكرام، يعلمهم ويزكيهم بالأخلاق وبالآداب وبالأحكام اللي ترفع من نفوسهم. وسيدنا ابن مسعود بيقول كان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يعني بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود إنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خشية أن يمل أصحابه فيتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، يعني مش على طول بيعظهم ويدرس لهم دروس على طول ومواعظ على طول، لا، من وقت للتاني من وقت للتاني، وينتخب الوقت وينتخب الزمان اللي هم يكونوا فيه أكثر استيعابا وتقبلا للعلوم، ولأن هو يلقي عليهم الوحي ويبينه ويشرحه. وكانت طريقته في أنه يعظ شوية وشوية بين الحين والحين، لأن استمرار المعلم في التعليم والتوجيه بالطبيعة البشرية بيدخل الملل إلى نفوس المتعلمين، فبتقل الفايدة من العلوم والمعارف، بتقل فايدة التلقي. وإن ده من الحكمة النبوية، ولأن هذه الحكمة النبوية لها أثر واضح في تثبيت العلم وفي شغف الطلاب بتلقي المزيد، انتهى الحال في العصر الحديث إلى سلوك هذا الطريق في التعليم. يعني هو الآن الطريقة اللي بتستعملها المؤسسات التعليمية التربوية في مناهجها التعليمية، لأنه ده خير طريق لتمكين العلم في النفوس الآن وتثبيت هذه المعارف. وده كانت طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهج حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم في التوجيه في التربية. كمان المنهج النبوي الكريم، كان النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الناس بيخاطب الناس على قدر عقولهم، مش بيكلم حد فوق طاقته ولا يستخف بأصحاب العقول والفكر، كان بيراعي المخاطبين، فكان بيراعي تفاوت المدارك والقدرات الفطرية والمكتسبة. فتجد أنت ما تيجي تستقرئ السيرة كده وتوجيهات حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطرق وطرائق النبي عليه الصلاة والسلام وأساليبه صلى الله عليه وسلم في التوجيه والتربية والتعليم، تجد أنه تكفي منه الإشارة إلى الذكي واللمحة العابرة إلى الحافظ المجيد، وتجد منه البيان والتفصيل وضرب المثل لمن يحتاج إلى ذلك. وكل ده، كل الصور دي، طرائق دي في تعليم الصحابة مكنت السنة في صدور ونفوس الصحابة مع سطور الكتب منهم اللي كانت ليهم صحائف بيكتبوا فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك في فتى جال النبي عليه الصلاة والسلام من قريش وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، وانت تسمع المروية حضرتك أو حضرتك وإحنا بنسمع هذه المروية، تخيل المعنى ده. تخيل إن في شاب داخل عليك يقول لك إئذن لي في الزنا، واحد بيقول لأبوه بيقول لمعلمه، داخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله هذا الشاب إئذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه وزجروه، يعني إذن النبي الشاب ده دخل في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام والقوم قاعدين وسمعوا الموقف ده، عشان اللي بيقول انه هذا العلم لم يثبت الا في القرن الثالث ده، كل حديث سمعوا مجموعه من الصحابه، وده موقف مروي وشاهده الصحابه الكرام، وحفر في نفس ذلك السائل. اقبل القوم على هذا الشاب وزجروه، اسكت، مه اسكت، انت بتقول ايه؟ انت في مجلس رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يزجر، ده شاب جاي بيستأذنه في الزنا،
لكن شوف الأسلوب الراقي، شوف المنهج النبوي الكريم، وذات المنهج ده هو اللي مكن للسنة في نفوس ووجدان الصحابة الكرام مع تمكين السنة في الصدور وفي الصدور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الفتى: أدنه، يعني تعال قرب. فدنا الفتى قريبا من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي يقول له: أتحبه لأمك؟ تتحب الزنا ده لأمك؟ قال: لا، ولا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. طالما أنت مش حابب الأمر ده لأمك، والناس كذلك زيك بالضبط لا يحبونه لا يرضونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. وبعد كده بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له عمته وخالته، ويقول له: أترضاه أو أتحبه لعمتك أو تحبه لخالتك؟ وفي كل مرة يرد الفتى أو يقول الفتى ذات المقالة اللي كان بيرد بيها على النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله جعلني الله فداك. قال فوضع الراوي، يعني بيقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. والدعاء ده اللي بيجد من نفسه ضعف في هذه ارتكاب هذه الفاحشة يقول بهذا الدعاء: اللهم اغفر ذنبه، يقول: اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبه وطهر قلبي وحصن فرجه، ويقول كذلك: وحصن فرجي، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فيدعو بهذا الدعاء. قال الراوي: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، يعني كأنه ما يعرفش الزنا ده ولا يلتفت إليه أصلا، اللي كان رايح يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ارتكاب هذه الفاحشة. اتبع النبي، لو احنا نبص في هذه المروية، اتبع أسلوب جعل الفتى يدرك مدى خطورة أثر الزنا في المجتمع اللي هو عايش فيه، وإن فاحشة مش أثرها بيعود أو شيوعها بيعود على المرتكب فقط، لا، إنه ده أمر إذا ساد في المجتمعات يفسدها، وأمر لا ترضاه النفوس بفطرتها. وكيف أن الناس جميعاً لا يرضونه لأنفسهم ولا لأهليهم ولا لأحبائهم، كذلك كما أنه لا يرضاه الإنسان لذويه، فمن العقل ألا يرضاه لنفسه ولا لغيره. ففهم الفتى واقتنع بسوء وفاحشة وإثم الزنا. كل البيان ده من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأسلوب النبي في الكلام مع هذا الفتى، وأنه يقول له أدنه، وأنه يهدي الصحابة أنهم ما ينفعلوش عليه، وهم طبعا زجروه لأنه سؤاله فيه جرأة، لكن النبي ما حقرش من شأن هذا الشاب، بالعكس سمعه ده منهج تربوي غاية في الدقة والخطورة والفوائد. نسمع ولادنا، شوف النبي عليه الصلاة والسلام الشاب اللي بيستأذنه في الزنا، ورد فعل النبي كان إيه، ورد الفعل المشهور اللي كان من الصحابة والقوم اللي كانوا جلوس في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الشاب جاي يستأذن النبي في أمر مثل هذا، وإزاي النبي كان نفسه طويل وقربه وقال له أدنه، فيها كده تودد وتلطف: تعالى تعالى أنا عايز أسمعك، وقعده جنبه واستمع إليه، وبدأ يناقشه، وبدأ عن طريق الحوار بينه وبينه انه يوصله ياخد بايديه الى بشاعه هذا الامر. وختم الموده دي في الحوار بالدعاء، لانه الانسان على طول محتاج الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، سواء انا بدعي لاولادي، تلامذتي، لنفسي. ويبدا الانسان زي ما قلنا دايما بالدعاء لنفسه اولا، لان ده من سنن الدعاء عموما في أي دعاء يدعو به الإنسان. إذا تأملت إلى هذا المنهج العلمي التربوي النبوي الكريم اللي بياخد النفوس كده بطريقة الإقناع والتحليل واحترام الشخص
مهما بدر منه، مهما كان من سؤال أو مهما كان من فعل أو مهما كان من عمل، عشان يسمعني وأدير الحوار ده معاه. كل ده مكن للسنة، كل ده ساهم في إنه تتمكن السنة من النفوس وفي الصدور. هذا طبعا مع حفظها في الصدور عند الكتبة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين.